بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أبنائي وبناتي، إخواني وأخواتي، طلاب التعليم عن بعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، يسعدني أن ألتقي بحضراتكم في اللقاء التاسع من اللقاءات الحية لمقرر البحوث المحاسبية المستوى الثامن شعبة المحاسبة. هل الصوت واضح لحضراتكم أبنائي وبناتي الأعزاء؟ تمام، الحمد لله. كنا نستكمل بقى في هذا اللقاء ما تم تناوله في اللقاء السابق، وكان آخر شيء ابنتنا أماني سألت السؤال: هل يا دكتور أعتمد أي نماذج؟ فإحنا قلنا، أنا فاكر كده أماني، قلنا في حاجة اسمها فرض عام، فرض عام وفروض فرعية. الحاجات دي خارج المقرر اماني، بس برضه مش خارجه بنسبه 100%، يعني لان الطالب لازم يكون عارفها برضه. يعني فرض عام يعني ايه؟ يعني انا لما بقول ان المراجعه المشتركه بتؤثر ايجابيا على جوده التقارير الماليه، ده اسمه فرض عام. تمام، سينبثق عنه سبع فروض فرعيه، اللي هي بقى ربطت ما بين المراجعه المشتركه والقدره التنميه الارباح، المراجعه تحفظ المحاسبه، المراجعه المشتركه وعدم تماس المعلومات، المراجعه المشتركه واداره الارباح، وهكذا. لو لقيت يا اماني السبع نماذج دول، خمسه منهم بتقول ان في علاقه ايجابيه، واثنين بتقول ان ما فيش علاقه، يبقى ها الفرض العام ثبت صحته ولا عدم صحته؟ ها؟ ايوه، شفت انت اللي جاوبتي ازاي؟ زي بالظبط كده اماني. المفروض دلوقتي اماني بتدرس مثلا خمس مقررات. طيب، ما هي جابت في ثلاث مقررات امتياز، ومقرر جيد جدا ومقرر جيد، مش بنديها حاجه اسمها التقدير العام، مش كده ولا ايه؟ فهي دي شبيهه بيها يعني بالظبط. واضح؟ وصلت؟ طيب نرجع بقى تاني. خلاص احنا المفروض ايه؟ طبعا ممكن اعملها لكم مشاركه كمان اخر دقيقتين اهي، معلش، عشان لو عايزين حاجه تاني هنا في البحث بقى نرجع ايه للكتاب بقى بعد اذن حضراتكم. اهو المفروض هنا بقى كده زي ما احنا بنقول اهوت. طبعا بعد ما بنخلص بقى التاكد من الفروض بتاعتنا، عشان بس يبقى شفناها مع بعض اهو، بنقوم قايلين بقى اخر حاجه ايه؟ النتائج والتوصيات والتوجهات البحثيه المستقبليه. يا دكتور انت كنت بتقول الخلاصه، انت البحث بتاعك هنا اهو ما فيهوش الخلاصه، عادي على فكره، ممكن ما اعملهاش. لكن في رسائل الماجستير والدكتوراه لا، لازم تعملها. وبعض الباحثين بيكتبوا هنا الخلاصه برضو على فكره بالمناسبه. طب انت ما عملتهاش ليه يا عم الدكتور؟ يا جدعان يا اولادي، ما هو البحث ده، انت لو شفت البحث هنا كام صفحه؟ عامل 98 صفحه. طبعا عشان نوديه لاي مجله ربنا يستر، يعني انا زي ما قلت لكم قبل كده في مجلات بتقول لك ايه البحث ما يزيدش عن 40 صفحه 50 صفحه، احيانا بعض المجلات تقول لك 60، ده الحد الاقصى، ما ينفعش نزود عن كده. طب ما يبقى 98، فبتحاول تختصر يعني اي كلمه او اي سطر او اي فقره علشان تختصر من حجم الايه البحث. لكن في رسائل الماجستير والدكتوراه انت مش مطلوب منك عدد صفحات معين، يعني مش هيقول لك ايه 80 صفحه يعني 80، لا، هو بيقول لك يعني يكون في حدود، لكن لو زاد او قل عادي ما فيش مشكله خالص. فالمفروض دي النتائج والتوصيات اهيت والتوجهات البحثيه المستقبليه، المفروض بقسمها لثلاث حاجات اهي. خلي بالكم حتى من الترقيم ده عشان ده مهم. 7-8، يبقى هنا 7-8-1 النتائج، 7-8-1-1 قلنا نتائج الدراسة النظرية. بعد كده المفروض يبقى 7-8-1-2 يبقى ايه؟ اهو بصوا كده، قال لك على مستوى الدراسة التطبيقية. ما كتبهاش ليه؟ ما انا قلت لكم بقى ان البحث في مرحلة المراجعة، يبقى المفترض تاخد رقم كام ترقيم؟ 7-8-1-2. تمام؟ بعد كده المفروض انه بينتقل بعد ذلك الى كل دي النتائج على مستوى الدراسه الميدانيه 7-8-1-3. بعد كده 7-8-2 التوصيات، كانت 7-8-1 النتائج، يبقى 7-8-2 التوصيات. ها؟ يوصي الباحثان بايه؟ ولازم تكون التوصيات ديت عشان ده عليها سؤال، يجب ان تكون مثاليه
لا خطأ، العبارة خطأ. أمال يجب أن تكون إجرائية. يعني إيه إجرائية؟ يعني أن تكون واقعية، بمعنى أن تكون قابلة للتطبيق العملي، للتطبيق العملي. طب تعالى كده نشوف التوصيات ديت، ها يا ترى الكلام اللي احنا بندرسه صح ولا لا؟ لو انتوا بتقيموا ها البحث كده، واحد ضرورة التوسع في تطبيق المراجعة المشتركة. اه طبعا عايزين بدل ما بيتم تطبيق المراجعة المشتركة في بعض الشركات في البيئة السعودية، لا نتوسع في تطبيقها على معظم الشركات او على كل الشركات. طب ما هو ده شيء قابل للتطبيق فعلا ولا لا؟ اه شيء قابل للتطبيق عادي، مفيش مشكلة خالص. اثنين ضرورة تبني الجهات المعنية والمنظمات المهنية او المنظمة لمهنة المراجعة في المملكة العربية السعودية اصدار معيار للمراجعة المشتركة، لان مفيش معيار للمراجعة المشتركة في الوطن العربي كله على فكرة بالمناسبة. فانا بقول لا، المفروض المملكه العربيه السعوديه او الجهات المنظمه يعني لمهنه المحاسبه والمراجعه في البيئه السعوديه انها تصدر معيار للمراجعه المشتركه. طب ده ممكن ولا مش ممكن؟ اه ممكن على فكره عادي، في بعض الدول اصدرت على فكره بالمناسبه يعني، بس مش كتير، يمكن حوالي 3 4 دول او 5 دول يعني. تمام. طيب بقول فرض عقوبات شديده في حاله وجود اي اتفاق بين مكتبي المراجعه القائمين بعمليه المراجعه يؤدي الى جعل عمليه المراجعه بينهما عمليه وهميه وصوريه. يعني تيجي دلوقتي مثلا ابنتنا اماني، ما هو المقصود بالمراجعه المشتركه يعني، يعني المفروض اتنين ها بيراجعوا حسابات الشركه، فتيجي صفيه واماني هيراجعوا بنك الرقحي مثلا او شركه تامين، فاماني وصفيه تفوا بقول لك اماني بصي انا هراجع انا البنك سين اه وانا لوحدي تمام، وفي الاخر ابقى اكتب اسمك معايا في التقرير وتوقعي معايا، وتيجي تقول لا خلاص يا صفيه وانا كمان هراجع مش عارف شركه صاد والمفروض انا وانت بنراجعها، فانا هرجعها لوحدي وفي الاخر بتوقعي على التقرير. يا سلام، يعني انتوا كده حولتوا، بتخدعونا بقى وبتضحكوا علينا وبتتحايلوا على القانون اهو، ان انتوا ايه عايزين تخلوها مراجعه مشتركه صوريه، ولكن انتوا حولتوها الى مراجعه مين؟ فرديه. طب لو ثبت الكلام ده، انا قايل اهو لو ثبت الكلام ده يبقى المفروض في ايه؟ فرض عقوبات شديدة على الاثنين مكتبين المراجعة. اه طبعا ضرورة الرقابة على عملية اجراء المراجعة المشتركة من المقررة بالقوانين الحالية، ماشي كده، من خلال الجهات. اه يعني يبقى في نوع من انواع الرقابة حتى يتم تنفيذها بشكل صحيح بما يضمن تحقيق المنافع المرجوة منه. طب ما ده كله قبل التطبيق. تشجيع مكاتب المراجعة وخاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم على الدمج معا، المكاتب الصغيرة تندمج مع بعضها ليه؟ عشان تبقى عندها قدرة ها وكوادر فنية وبشرية تساعدها على ها منافسة المكاتب الكبيرة. طب ما ده قابل للتطبيق. ضرورة إدراج المراجعة المشتركة في خطط المناهج الدراسية بالجامعات العربية بصفة عامة والمملكة العربية بصفة خاصة. اه المفروض ان انا شايف وجهة نظري ان المفروض موضوع المراجعة المشتركة ده يتحط من ضمن ويوضع ضمن مقرر المراجعة الذي يدرس على طلاب المستوى الثامن. يمكن كنت بتناقش مع احد الزملاء في احدى الجامعات يعني داعي ذكر اسمها يعني جامعة الملك خالد، وقال لي على فكرة كنت بتناقش انا وهو مع بعض يعني، فقال لي على فكرة دكتور احمد ده الموضوع دوت انا بدرسه للطلاب في مرحلة التأهيلي الدكتوراه، بيدرس لهم المراجعه المشتركه. طب ما هو ده شيء طيب اهو، مش كده ولا ايه؟ يعني معناه انه كل التوصيات السابقه ديت اهي ها قابله للتطبيق ولا لا؟ اه قابله للتطبيق. لما كنت بقول لكم ما فيش معايير غير حوالي 3 دول او حاجه، اهو ادي هنا في الهند اصدرت معيار، سنغافوره اصدرت معيار، وفرنسا اصدرت معيار خاص بالمراجعه المشتركه، لكن ما فيش معيار دولي وما فيش معايير في متعلقة بالمراجعة المشتركة في الوطن العربي. طب ما يمكن الاسترشاد بهذه المعايير ثلاثة وإصدار معيار عربي أو معيار سعودي أو معيار مصري وهكذا يعني. يبقى دي كلها توصيات إجرائية وقابلة للتطبيق ولا لأ؟ آه طبعا قابلة للتطبيق صح، ما فيهاش حاجة مثالية، حاجة خيالية. بعد ذلك التوجهات البحثية المستقبلية اللي هو بقى يعني انك ممكن تشوف ايه، هل لو في باحثين تانيين لو اماني ولا صفية بيقروا البحث ده واطلعوا عليه هل ممكن ترشدهم على فكرة عم الدكتور؟ اه طبعا، او المراجعة المشتركة والحوسبة السحابية ها كلود كومباتنج وانعكاس ذلك على القيمة السوقية للشركة، اثر المراجعة المشتركة على خطر انهيار اسعار الاسهم ستوك برايس ايه كراش ريسك، أثر تطبيق معايير التقارير المالية الدولية على جودة التقارير المالية وقرارات المستثمرين، المراجعة المشتركة والتجنب الضريبي تاكس افويدنس، القدرة الإدارية
مانجيريال ابيليتي للمديرين التنفيذيين واثار على جوده التقارير الماليه. المراجعه المشتركه كمدخل لمواجهه تحديات الجاتس. كل دي ما تعتبر ايه؟ ها؟ موضوعات تصلح ان اي باحث اخر ممكن يعمل فيها موضوع. يبقى دي اسمها التوجهات البحثيه الايه؟ المستقبليه. بعد كده المفروض بنكتب مين؟ المراجع. اي خدت رقم 8، فهنا المراجع باللغه العربيه، وهنا الترتيب بتاعها هو بيبقى ابراهيم احمد كمال مطاوع، وهنا ابو الخير يبقى ابراهيم قبل ابو الخير، اهو ابو الخير قبل ابو العلا، ها وهكذا. طالما هنا بادئين بالايه؟ يبقى بادئين كده باللاست نيم، بادئين كده باللاست نيم. طب ما يا دكتور في هنا ابو العلا وفي هنا ابو العلا، كتبت ده هنا قبل دوت ليه؟ لان ده اسمه ايه؟ اسامه مجدي فؤاد احمد ابو العلا، انما ده اسمه ايه؟ محمد عبد العزيز محمد ابو العلا، يبقى هنا اسامه تيجي قبل محمد وهكذا، مش كده ولا ايه؟ ها طب بقى دي كمان ابو جبل نجوى محمود احمد، وهنا ابو جبل نجوى محمود، هي نفس الباحثه دي استاذه في جامعه طنطا في جمهوريه مصر العربيه، وبسم الله ما شاء الله نحسبها على الخير يعني. طب يا دكتور على فكره في خطا هنا بقى بالمناسبه اقول لكم عليه. طبعا هنا في تكرار للمرجع ده متكرر، فلازم واحد يتلغي عشان يبقى ايه؟ هو واحد بس اللي موجود. ده اللي هو المرجع اللي انا بشاور عليه ده نفس المرجع. في لكن الملاحظه اللي هقول لكم عليها ايه بقى؟ شايفين هنا مش هو ده نفس الباحث وهنا نفس الباحث؟ المفروض اجي في المرجع اللي تحت ده اشيل الاسم واكتب خط. يعني مكان الاسم ده كده ونكتب خط. يبقى الخط ده معناه ايه؟ معناه ان هو نفس اسم الباحث السابق. نفس اسم الباحث السابق اهي، يا رب تكون موجود اهي. اهي بصوا هنا كده. الخط ده معناه ايه؟ والخط ده معناه ايه؟ يا دكتور ما هو خلاص هو معناه ان هو اسم الباحث اللي قبل من ده الدكتور عصام عبد المنعم اسماعيل. وكان هنا في جامعه الامام على فكره، بس يعني رجع بقى الى بلده سالما غانما رب العالمين، ربنا يحفظه يا رب. يبقى معناه الخط ده اهو اللي هو ايه؟ يعني اسم الباحث السابق. تمام؟ ده بحث ومرجع الجبر اللي قلت لكم عليه، اللي هو الدكتور يحيى بن علي الجبر والدكتور ناصر بن محمد الايه؟ السعدون. تمام؟ جامعه الملك سعود. يعني اذا بنرتب المراجع ترتيب، ها؟ ترتيب ايه؟ ترتيب ابجدي، ترتيب ابجدي. ترتيب ابجدي. كنت عايز اوريكم حاجه كمان ان شاء الله الرحمن يا رب الاقيها باذن الله تعالى. فين؟ طبعا هو في حاجه بس خطا هنا، يعني طبعا المفروض الخط ده مش بتاع العباسي، ده بتاع عبد الحليم، بس هو للاسف موجود خطا يعني اهو عشان تعديل. يعني دي المراجع بتاعتك. المفترض هنا ايه؟ اكتب اسمي هنا كده لان ده بتاعي يعني. طب انت كاتب هتكتب هنا عبد الحليم فصل احمد حامد محمود، وهنا شايفين الف وب. ليه الف وب ديت؟ لان هنا الدكتور احمد ده له بحث سنه 2020 وبحث تاني في سنه 2020. طب لما يجي الباحث جوه البحث وينكتب عبد الحليم 2020، هل يبقى المقصود ده ولا ده؟ اي بحث منهما؟ طالما ان الباحث ده له مرجعين في نفس السنه يجب ان يتم التمييز بينهما. نقول الف وباء. ايه ده؟ طب ما انت هنا قلت الف وباء تاني اهو تحتها. ما هو ليه؟ لان سعادتك ده في 2019 وفي بحث تاني في 2019 وفي بحث تالت في 2019 اهو. تمام؟ يبقى البحث ده بيتكلم عن المراجعه المشتركه وقيمه الشركه، منشور في مجله الاسكندريه، ها؟ في جامعه اسكندريه. ده هنا اثر الافصاح عن راس المال الفكري، منشور سعادتك في مجله المحاسبه والمراجعه كليه التجاره جامعه بني سويف. طب هنا ده اثر التغيير الالزامي للمراجع الخارجي على جوده التقارير الماليه، دليل من بيئه الاعمال السعوديه، منشور فين؟ في مجله العلوم الاداريه والاقتصاديه. فين المجله ديت؟ كليه الاقتصاد والاداره. ده فين كليه الاقتصاد والاداره؟ جامعه القصيم. ده فين جامعه القصيم؟ المملكه العربيه السعوديه. ولازم اكتب اسم رقم المجلد واكتب رقم الايه؟ العدد، واكتب الايه؟ الصفحات بتاعتي اللي هي 485 الى 500 كام؟ 44 وهكذا. دي طريقه كتابه المراجع عشان بعد ما بنخلص المراجع بقى، سواء طبعا الاجنبي بالمثل او امال فين التقسيمه يا دكتور بتاع اللي هي البوكس والبريوديكالز والزيس والانترنت والمؤتمرات كونفرنس وكذا؟ لا، الاتجاه الحديث بنكتب المراجع كلها على بعض بدون ايه؟ بدون ما يتم تقسيمها الى التقسيمات السابقه. وبعد كده بنحط ملحق الايه؟ ملحق البحث. ملحق البحث، حتى هتلاحظوا هنا حتى في ملحق البحث ايه يا دكتور؟
انت هنا مش المفروض قلت لنا في قائمة الاستقصاء لازم تعمل زي صفحة كده في الأول تقعد تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقوم الباحث بإعداد بحث بعنوان اللي هي رسالة تطبيعية عشان سعادتك، يعني زي استهلالية كده، وتقعد تقول البيانات الشخصية والاسم اختياري ولا لا وعدد سنوات الخبرة. طبعا صح موجود. طب امال مش موجود عندك ليه هنا؟ والله بس انا شلتها نوع من انواع الاختصار فقط لا غير، وحطيت الايه الاسئله نفسها اللي هي، لان دي كانت بتختبر الفرد الايه الثامن اللي هو الاثار الايجابيه لتبني وتطبيق المراجعه المشاركه على قرارات مين؟ المستثمرين. لو انت بتعمل رساله دكتوراه ما ينفعش، او رساله ماجستير ما ينفعش تعملها كده، لكن تعمل الرساله التطبيعيه اولا ده لازم. طبعا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ده المفترض كده بشكل عام. طب المفروض بقى دكتور لو جينا نتكلم، نرجع بقى تاني لموضوع مين؟ ها الكتاب بتاعنا. انا قفلت الايه لكن ممكن ارجع لها تاني لو عايز. ايوه الترتيب ابجدي صح كده تمام. حد عايز اي سؤال في الجزء السابق قبل ما انتقل بقى للايه للمتغيرات والفروض عشان نحدد الاسئله بتاعتنا؟ ها كده بالتالي بقى عندكم المام وقدر كافي كده بالايه بشكل البحث والايه والاسلوب بتاعه و الى اخره يعني. طيب نروح نجيب الكتاب تاني يا دكتور. يا دكتور ما تتعبش نفسك يا دكتور، قول لنا على الاسئله وهندعي لك وخلاص، وانت عارف احنا في ايام كريمه شهر ذو الحجه جاي عشان ندعي لك، لما هتزعلنا بقى وتقعد تشرحها بالتفصيل كده وتطول علينا. انا بحاول اعمل يعني ايه دمج ما بين الاثنين، اللي انتوا عايزينه واللي انا عايزه اهو. خليك في اللي احنا عايزينه يا دكتور، احنا عايزين هو ايه تختصر علينا والله وهندعي لك ما تقلقش. ها مثلا بقى وجيت تلغي دلوقتي تقعد على طول وتقول لنا هما كمان كام سؤال وخلاص، ما ينفعش ابنائي وبناتي الاعزاء يعني والله يعني. بس عايزين اخر حاجه ايه كنا قلناها نعمل مشاركه. انا بفتح الكتاب على فكره ما تقلقوش اهو، هقول لك صوت كام. حاضر يا صفيه والله حاضر ابنتنا صفيه اهو اهو. كنا بدانا في الفصل الرابع يا صفيه عشان انت ما حضرتيش معانا الايه المحاضره السابقه. تمام. ما اصل هي صفيه هتتخض دلوقتي اماني ليه؟ لان المفروض ان انا لما اقول 68 وجرجع لحاجه و60 تاني مثلا لصفحه 62 هتقول لك الله اما انت كنت بتخدعيني ولا ايه بقى؟ ازاي قلت لي 68 وهترجعوا ل 62؟ احنا بدانا في صفحه 62 الاولى صفيه اللي هو ايه؟ قلنا الاطار النظري وعرفناه، وبعد كده رحنا لصفحه 68 اللي هي امام حضراتكم اللي هي خصائص الاطار الايه؟ النظري الجيد للمشكله. تمام؟ وقلناها ايوه كده الله ينور عليك يا اماني ربنا يكرمك يا رب. وقلنا بقى ان خصائص الاطار النظري الجيد للمشكله عباره عن كام؟ خمس حاجات. واحد يجب تحديد المتغيرات اهي نقولها بقى مع بعض كده عشان خلاص نحدد الاسئله بقى. يجب تحديد المتغيرات الملائمه للدراسه بوضوح، يجب ان تبين الدراسه كيف ان المتغيرات ترتبط ببعضها من خلال المفاهيم النظريه للبحث. اذا كان يمكن تحديد نوع واتجاه العلاقة ما بين المتغيرات من خلال الدراسات السابقة، فالمفروض الدراسة بتاعتي توضح هل العلاقة دي موجبة ولا سالبة. أيضا المفروض إن احنا نشرح، طب أنت متوقع تكون موجبة ليه أو سالبة ليه؟ والله علشان كذا وكذا وكذا وكذا، ويمكن أن يتم الاستعانة بالدراسات السابقة. أخيرا يجب توضيح العلاقة بين المتغيرات في شكل إيه؟ رسم بياني، اللي هو الرسم اللي أنا وريته لكم، مش كده ولا إيه؟ حتى يتم شرح هذه العلاقه للقارئ بوضوح. دي كده خصائص الاطار النظري الجيد للمشكله عشان ممكن نجيبها في سؤال ابنائي وبناتي الاعزاء، فتخلي بالكم منها لو تقرب. في نقطتين عايزين نتكلم فيهم بقى، ايه هما؟ الفروض، وقبل من الفروض المتغيرات. وكنا قلنا ها على المتغيرات ديت ان في سؤالين جايين بنسبة 1,000,000%. يلا عشان صحية ما تزعلش اهو. ها ايه هما بقى؟ في طبعا انواع المتغيرات اللي هو ذكرها لحضراتكم. المتغيرات عبارة عن المتغير المستقل، المتغير التابع، المتغير الوسيط، المتغير المتداخل. طيب الاربع انواع دول اولا ممكن اجيب فيهم سؤال على فكرة بالمناسبة اهو. ايه السؤال يا دكتور؟
ليس من المتغيرات الرئيسية للبحث. نقطتين وشرط أو بصيغة أخرى، كل ما يلي يعد من الأنواع الرئيسية لمتغيرات البحث فيما عدا ألف المتغير التابع، ب المتغير الوسيط، ج المتغير المتداخل، د المتغير الشمولي. ايه المتغير الشمولي اللي انت قلتها دي؟ في حاجه اسمها متغير شمولي؟ مفيش حاجه اسمها متغير شمولي. هو اللي احنا عارفينه يا دكتور اربع حاجات: متغير مستقل، متغير تابع، متغير وسيط، متغير ايه؟ متداخل. تمام؟ طيب يبقى دي اول سؤال. عايزين ناخد كل متغير من دول في سطرين بالظبط اللي هو تعريفه، عشان ممكن نجيب بقى ايه؟ تعريف متغير من هذه المتغيرات. تمام كده؟ يبقى ده السؤال الثاني اهو. طب دكتور ثانيه واحده، الاول برضو انت كنت قلت لنا سؤالين قبل كده في احد اللقاءات السابقه اذكركم بها باختصار اهو، لما قلت اثر سين على صاد. طبعا مش هجيبها في الاختبار كده اثر سين على صاد، لكن ممكن اقول ايه؟ على فرض انك تقوم بدراسه او ببحث بعنوان ها اثر التغيير الالزامي للمراجع الخارجي على جوده التقارير الماليه، ادله عمليه من بيئه الاعمال السعوديه في ضوء ما سبق، فان المتغير المستقل هو نقطتين وشرطه، واجيب لك كذا اختيار. ايوه كده، يبقى المتغير المستقل تمام اماني ممتاز، اللي هو التغيير الالزامي للمراجع الخارجي. خلي بالك يا اماني، عشان ساعات ممكن الدكتور احمد يعني ايه برضه ساعات بيعمل حاجات تركات كده الله يسامحه يعني ويهديه وما يعملهاش معانا السمستر ده. اقوم عامل ايه؟ طبعا الكل بيقول ايه؟ التغيير الالزامي، صح. اقوم انا كاتب يا اماني ايه بقى؟ بص كده، الف التغيير الالزامي للمراجع الداخلي، ب جودة التقارير المالية، ج أدلة عملية من بيئة الأعمال السعودية، د التغيير الإلزامي للمراجع الخارجي. فبعض الطلاب، ما قلتش الكل، تمام كده؟ أو يمكن معظمه، أول ما يلاقي في ألف التغيير الإلزامي للمراجع الداخلي، ما هو التغيير الإلزامي أهو، يقوم معلم على طول ويختار الإجابة. يا ابن الحلال ربنا يهديه، هو البحث عنوانه إيه؟ يقول لي عنوانه؟ أقول له اقرأ العنوان، أثر التغيير الإلزامي للمراجع الخارجي. قلت له بس اسمه إيه بقى يا عم شيخ؟ قال لي مراجع خارجي. قلت له امال انت اخترت ايه؟ يقول لي مراجع داخلي. اقول له هو في فرق بين الاثنين ولا مفيش؟ يقول لي صح. تصور يبقى الاجابه خطا، وهو يبقى كانه واثق من نفسه ثقه يعني ايه مطلقه. فالرجاء التركيز لو سمحت. زي بالظبط كده لما نقول برضو في صياغه مشكلات البحث، يجب ان يكون عنوان البحث امام نصب اعينك. انا بقول مراجعه مشتركه وجوده تقارير، خلاص اوكي. ما قلتش مراجعه مشتركه وقرارات مستثمرين، ما قلتش مراجعه مشتركه وتحديات الجاتس، ما قلتش مراجعه مشتركه وفجوه التوقعات، ما قلتش مراجعه مشتركه والتخصص الصناعي للمراجع. يبقى لازم لما اجي اصيغ المشكله بتاعتي في السؤال اربط ما بين العنوان بتاعي يكون امامي ما انساهوش. تمام؟ طيب نفس السؤال يا اماني بقى اللي انت جاوبتي عنه، المتغير التابع بقى لو انت لسه فاكره السؤال، انا كنت بقول ايه؟ اثر التغيير الالزامي للمراجع الخارجي على جوده التقارير الماليه، ادله عمليه من بيئه الاعمال السعوديه. يبقى المتغير التابع فين؟ ايوه ممتاز كده، جوده التقارير الماليه. ممتاز يا امان. تمام. اقول لك بقى اعزمك تاني على عصير اماني وتغرميني كل شويه يعني ايه، والخمسه ريال بتفرق يا اماني دلوقتي يا اماني، بس ممكن اعزمك على عصير من ابو ريال ونص، ما فيش مشكله يعني، مع انك والله بتجاوبي كويس. لا مش خساره فيك، تجيبي عصير اماني من ابو 7 ريال كمان، من ابو 7 ريال بس ما تزوديش، من ابو 7 ريال بس كفايه. تمام؟ ربنا يحفظكم رب العالمين يا رب. طيب يبقى كده قلنا كام سؤال اهوت، نرجع تاني بقى ناخد بقى اللي هناخده دلوقتي ايه؟ هناخد كل متغير من دول صفيه في سطر واحد بالظبط، عشان ممكن نجيبه برضو في الاسئله ان شاء الرحمن. أول حاجة هيقول لنا المتغير مين؟ المتغير التابع أهو صفحة 63. أنا أخذ بس سطرين اتنين أهو. ها المتغير التابع يعرف أيضا بالمتغير الأساسي. يبقى المتغير التابع ده طبعا هو المتغير الأساسي بتاع البحث بتاعي، هو المتغير موضوع الاهتمام بالنسبة للباحث، بالنسبة للباحث أهو.
الذي من خلاله يجد الباحث حلا او شرحا لمشكله الايه؟ البحث. ادي السطرين. هو ممكن يجي سؤال عنهم؟ نعم، هما ايه؟ هو متغير موضوع الاهتمام بالنسبه للباحث، ويعرف او يعرف ايضا بالمتغير الاساسي، والذي من خلاله يجد الباحث حلا او شرحا لمشكلات البحث. ألف المستقل، ب التابع، ج المتداخل، د الوسيط. يبقى الإجابة الصحيحة إيه؟ أيوة تمام كده، المتغير الإيه؟ المتغير التابع. هناخد بس تعريفه فقط لا غير، تمام؟ مش هطول على حضراتكم. ناخد بعد كده المتغير المستقل. المتغير المستقل هو المتغير، تعريفه أهو في وسط الصفحة، هو المتغير الذي يؤثر على المتغير التابع بشكل سلبي أو إيجابي. هو بيأثر عليه؟ آه طبعا. سواء بقى أهو بيقولك بحيث أنه بظهور المتغير المستقل والتغير فيه يحدث تغير في المتغير التابع. يبقى برضو نخلي بالنا عشان ممكن نجيبها في سؤال أبنائي وبناتي الأعزاء. طيب نيجي بعد كده ناخد المتغير الوسيط، برضه ناخد سطرين عنه تعريفه، اهو الصفحه اللي بعدها صفحه 64. صفحه 64 المتغير الوسيط هو المتغير الذي له تأثير شرطي على العلاقه بين المتغير التابع والمتغير المستقل. بمعنى ان ظهور المتغير الثالث اللي هو الوسيط ده يؤدي إلى تعديل العلاقة الأصلية المتوقعة بين المتغير التابع والمتغير المستقل. هو حتى وضح لنا هنا بمثال، بس أنا مش عايز الأمثلة ولا الكلام ده، أنا عايز بس مجرد تعريفه فقط لا غير. يبقى تاني المتغير الوسيط أو هو المتغير الذي له تأثير شرطي على العلاقة بين المتغير التابع والمتغير المستقل. بمعنى أن ظهور المتغير الثالث اللي هو الوسيط يؤدي إلى تعديل العلاقة الأصلية المتوقعة بين المتغير التابع والمتغير الإيه؟ المستقل. طبعا بيوضح لنا يعني هو لو احنا بنقول مثلا ايه تنوع العاملين يعني ماشي، اللي هو سواء ذكور او اناث يعني، ده ممكن يساهم في الفاعليه التنظيميه ولا لا؟ اه طبعا. طب يبقى ده متغير مستقل وده متغير تابع. طب هل لو في خبره اداريه بقى موجوده عند الايه؟ الذكور او الاناث اللي هم العاملين، ده ممكن يؤثر بشكل مختلف على الفاعليه التنظيميه ولا لا؟ فقال لك يبقى ده يعتبر المتغير الايه؟ الوسيط، يعتبر المتغير الوسيط. تمام. نيجي بعد كده ناخد المتغير المتداخل، ده في صفحه 66. طبعا اللي احنا بنسيبه ده غير مطالبين به ابنائي وبناتي الاعزاء. صفحة 66 المتغير المتداخل. ها بيقول ايه بقى تعريفه؟ هو المتغير الذي يظهر خلال الفترة من اللحظة التي يعمل فيها المتغير المستقل للتأثير على المتغير التابع، ووقت التأثير الفعلي لهذا المتغير المستقل على المتغير التابع. وبالتالي هناك فترة زمنية لكي يعمل المتغير المتداخل. المتغير ده بيعمل على شرح تأثير المتغير المستقل على المتغير الايه؟ التابع. فهو قاعد بقى يوضحها مثلا بمثال اهوت عشان برضو تبقوا في الصورة، لما قاعد يقول بقى عندنا مثلا ايه؟ تنوع العمالة المتغير المستقل، وعندنا هنا الفاعلية التنظيمية ده المتغير الايه؟ التابع. ففي عندنا حاجة مثلا اسمها القوة الابتكارية اللي هو الأثر الابتكاري، ها ده ممكن يأثر على العمالة بتاعتنا وبالتالي يؤثر على الفاعلية الايه؟ التنظيمية. طيب هو بقى كان ايه حب يشرح لكم فقره كده في الاخر اللي هو نستنتج مما سبق يعني، خلاص بقى مش مشكله، انا بس عايز اعرف تعريف كل متغير من المتغيرات الاربعه الايه السابقه.
طبعا الاطار النظري للبحث خلاص قلناه، وخاصه الخصائص. نروح بعد كده على استنتاج الايه؟ الفروض. استنتاج الفروض عشان نقول تعريف الفرض برضو، وهنختصره على حضراتكم عشان هنقول برضو اسئله جايه في الاختبار على الفروض بمشيئه المولى عز وجل. تعريف الفروض ايه؟ ها اهو اخر صفحه 68، اخر صفحه 68، خلي بالكم عشان ده جاي سؤال في الاختبار ان شاء الرحمن. ها يبقى الفروض هي عباره عن توقعات علميه حول حل المشكله موضوع البحث. تاني، الفروض عباره عن توقعات علميه ممكن يثبت صحتها او خطاها المشكله يعني، حول حل المشكله موضوع البحث. انا بفترض لو حطيت مواد كيميائيه معينه بنسب معينه هيعالج مثلا فيروس كذا كورونا، والله ثبت صحته خير وبركه، ثبت خطاه برضه مش خطا. تمام، دايما حتى نقول القاعده الفقهيه في الشريعه الاسلاميه ايه؟ من اجتهد واصاب فله اجران، ومن اجتهد واخطا فله اجر، لان يكفي ان هو ايه؟ اجتهد وحاول. يبقى مش معناه ان هو ايه؟ والله ده ثبت انه ده مش هيعالج المرض يبقى معناه ان انت بحثك ايه؟ وحش واي كلام والبحث مرفوض، لا طبعا عادي مفيش مشكله خالص. ويعرف الفرض بانه علاقه منطقيه بين متغيرين او اكثر يعبر عنه في شكل عبارات قابله للاختبار، وهذه العلاقه مبنيه على اساس الاطار النظري للبحث. تاني، يعرف الفرض بانه علاقه منطقيه ما بين متغيرين او للمراجعه المشتركه بتؤثر ايجابيا على جوده التقارير الماليه، او توجد علاقه ايجابيه او موجبه او ذات دلاله معنويه بين المراجعه المشتركه وجوده التقارير، او ممكن اقول حاجه ثانيه، لا توجد علاقه منطقية أو ذو دلالة إحصائية أو ذو دلالة معنوية بين المراجعة المشتركة وجودة التقارير المالية. يبقى إذن يعرف الفرد بأنه علاقة منطقية بين متغيرين أو أكثر يعبر عنه في شكل عبارات قابلة للاختبار، وهذه العلاقة مبنية على أساس الإطار النظري للبحث. طبعا ادى مثال اهوت عند حضراتكم على استنتاج الفرض. فبيقول بقى ايه؟ طبعا عاده ما يمكن استنتاج عده جمل وفروض قابله للاختبار من الاطار النظري ومن امثلتها، اي تؤدي مشاركه العاملين في وضع الموازنات التخطيطيه الى زياده الايه؟ الانتاجيه. فبيقول بقى ان الجمله السابقه تعتبر قابله للاختبار عن طريق قياس درجه انتاجيه العاملين في حال مشاركتهم في وضع الموازنات، ومن خلال الاختبارات الإحصائية المناسبة بيمكن اختبار العلاقة بين هذه المتغيرات. ليه؟ عشان نشوف والله هل هي موجبة ولا لا. فإذا كانت هناك علاقة موجبة ذات معنوية إحصائية للارتباط بين المتغيرات، فإذا وجدت علاقة ارتباط معنوية يعني موجبة، يعني كلمة معنوية يعني موجبة بين المتغيرين، يتم قبول الفرضية. طب اذا وجدنا ان ما فيش ايه؟ علاقه ارتباط ايه؟ معنويه موجبه بينهم، يبقى بيتم ايه؟ رفض الفرض. يبقى ممكن يتم قبول الفرض او رفضه، يتم قبول الفرض او رفضه. كلمه معنويه دي بالمناسبه هنقولها بعدين ان شاء الرحمن، بس برضو من دلوقتي عشان تبقوا عارفينها، عشان ممكن نقول سؤال عليها. نقول سؤال على مستوى المعنوي، ايه المشكله يعني؟ طيب السؤال بيقول ايه؟ مستوى المعنى اكتبه لكم في في الشات. مستوى المعنوية، مستوى المعنوية يسمى ايضا مستوى الدلالة، وهو المكمل لدرجة الثقة. يعني ايه لدرجة الثقة؟ بمعنى
أن مجموعهما يساوي 100%. السطر اللي كتبته لحضراتكم ده تخلي بالكم منه جدا جدا جدا. على فكرة ده موجود في الكتاب، احسن تقولوا انا بقول حاجة مش موجود، هو موجود بس موجود في الفصل السابع، تمام؟ مستوى المعنوية، مستوى المعنوية، level of significance. يعني ايه بقى significance؟ لو مستوى المعنوية ده من اهم على فكرة المصطلحات اللي بيتم استخدامها في اختبارات الفروض. طيب وعادة بنرمز لمستوى المعنوية بالرمز اللاتيني في ايه؟ اشهر حاجة ليه اللي هو الرمز اللاتيني الفا. واشهر قيمتين، اشهر قيمتين لمستوى المعنوية 1% و5%، 1% و5%. طيب تمام. الجزئية بقى المهمة السطر، ان مستوى المعنوية يسمى ايضا مستوى الدلالة، وهو المكمل لدرجة الثقة. يعني ايه الكلام ده؟ اذا كانت درجة الثقة 95%، فإن مستوى المعنوية يساوي كام؟ انتوا اللي تقولوا بقى مش انا اللي هقول. ايوه ممتازة امان، ايوه تمام كده. جاي سؤال على فكرة فيها، يلا ده سؤال جاي في الاختبار. يبقى تاني، طب اذا كان مستوى، او نقول بقى لا نعكسها، اذا كان مستوى المعنوية 1%، فإن درجة الثقة تبقى كام؟ يبقى العكس يا دكتور، ما انت لسه قايل بقى هو ان هما الاثنين بيكملوا بعض ومجموعهم بيساوي كام؟ بيساوي 100%. تمام ممتاز كده. فخلي بالكم منها على فكرة، عشان ده سؤال، ده الموجود على فكرة في الفصل السابع. عايز افتكر بس رقم الصفحة يا ربي، اعتقد 120، 125 تقريبا او 124 اعتقد. يعني ده موجود مستوى المعنوية اهو، الفصل اهو، الفصل السابع صفحة كام يا عم الدكتور؟ تقريبا نقول 125 ان شاء الرحمن، اهي موجود الجزئية دي. تمام. طب نرجع بقى تاني، بعد احنا قلنا سؤال برضو مرتبط بيها، عايزين خلاص بقى مش هناخد بقى ايه الامثلة دي خالص، ناخد بقى اهم حاجة تاني عشان جاي سؤالين فيها ان شاء الرحمن. فرض العدم والفرض البديل، فرض العدم والفرض البديل. ها يعني ايه بقى فرض العدم ويعني ايه الفرض البديل؟ اكتبها لكم على الشات عشان ما تنساهاش خالص مدى الحياة. لا توجد علاقة، اقول ذات دلالة، مش لازم ذات دلالة معونة، يعني عايز اختصر في الكلام، لا توجد علاقة بين أماني وصافية. يبقى ده اسمه كده فرض العدم. أما الفرض البديل هو توجد علاقة بين أماني وصافية. فهمت انا عايز اقول ايه؟ ها قبل ما اشرح، ها يبقى باختصار يا دكتور فرض العدم ده معناه ايه؟ بيبين بيقول ايه؟ ان مفيش علاقه، بينفي ها وجود علاقه بين المتغيرين. فعشان كده صيغه فرض العدم يا صفيه بقى عشان ما تنساش، بصي بقى الجمله دي اللي جايه دي المهمه قوي بقى، ها يلا اماني انت وصفيه. يبقى صيغه فرض العدم تبدا بكلمه ايه؟ ها كلمتين ما تنسهمش، ها اي لا توجد، لا توجد، ايوه كده ممتاز، لا يوجد او لا توجد. تمام. انما الفرض البديل، الفرض البديل تمام يا صفية، يبقى ده كده لا يوجد، يبقى ده فرض العدم. إنما الفرض البديل توجد على بس كده. إيه ده؟ أول سؤال اتسألته أنا فاكر كده من أستاذي لما جه بيناقشني في رسالة الدكتوراه، وهو أحد أعضاء اللجنة العلمية للترقية على مستوى مصر، يعني أستاذ يعني معروف في المملكة العربية السعودية كمان، يعني كان هنا بسم الله ما شاء الله وله باع. يعني أول سؤال سأله لي، قال لي يقول لي يا عم أحمد الفرق ما بين
فرض العدم والفرض البديل. ها ليه؟ هو عايز يشوف انا عارف الفرق ما بينهم ولا لا الاول خالص. ليه؟ عشان لو انا جاوبت خطأ يقول لي تعالى امال انت صياغة الفروض بتاعتك في الرسالة بتاعتك انت قايل هنا ايه، صيغة فرض عدم ولا فرض بديل؟ يبقى هو عايز يشوفك بياخدك على فجأة كده في الاول في البداية خالص، مع ان المفروض الفروض دي لسه قدام في الجزء العملي هيناقشني فيها، مش كده ولا ايه؟ بس بيبقى ساعات في بعض الاساتذه عايز كده في بدايه المناقشه يسال اسئله بشكل عام، بشكل عام حوالين الموضوع، فعايز يشوف الباحث ده هل هو ملم عارف يعني ايه كلمه فروض ولا لا، عارف يعني ايه فرض العدم والفرض البديل ولا لا. تمام. طيب هو انت يا دكتور ممكن تجيبها لنا سؤال في الاختبار ديت ان شاء الرحمن؟ اه طبعا مليون في الميه. طب قول لي كده الصيغه هنا ازاي يا دكتور الاول؟ ها طالما بقى هتجيب لنا حاجه سؤال عليه اقول لكم سؤال عليه ثواني بالظبط اهو. طيب مش هكتبه بقى، انا عايز كنتوا اللي ايه اللي تقولوا على طول، بفرض انك تريد القيام ببحث بعنوان، ولا اكتب لكم الصيغه على طول اهو، اثر خصائص لجنه المراجعه على جوده الارباح. كفايه كده اهو، يبقى ده العنوان. في ضوء ما سبق بياخذ فرض العدم، بالمناسبه فرض العدم يرمز له بالرمز اتش زيرو. تمام. فان فرض العدم ياخذ الشكل التالي: الف لا يوجد تاثير موجب ذو دلاله احصائيه لخصائص لجنة المراجعة على التحفظ المحاسبي. اكتبها لكم احسن، لا يوجد اهو عشان تعرفوا جواب، لا يوجد تأثير موجب ذو دلالة احصائية او نقول ذو دلالة معنوية عادي يعني لخصائص لجنة المراجعة على التحفظ المحاسبي. كده ألف ب لا يوجد تأثير موجب ذو دلالة إحصائية لخصائص لجنة المراجعة على جودة الأرباح. إيم يوجد تأثير موجب ذو دلالة إحصائية لخصائص لجنة المراجعة على جودة الأرباح. ده يلا لا يوجد تأثير موجب ذو دلالة إحصائية لخصائص لجنة المراجعة على جودة المراجعة. ما انا عايز الاجابه يا صفيه، انا بقول فرض العدم يا صفيه، فرض العدم يا صفيه. تاني ممتاز يا امان. ها تاني يا صفيه، انا بقول الصيغه اللي انا قلتها دي دلوقتي ها، وعايز ايه؟ فرض العدم. اتفقنا فرض العدم ايه؟ ايوه كده. اه ما احنا بنقول ما فيش علاقه، احنا بنقول ايه؟ ما فيش علاقه خلاص عادي. تمام. يبقى لا يوجد يا صفيه، يبقى الاجابه الصحيحه ايه؟ لا يوجد. طب ما انا مديك هنا كام لا يوجد؟ في ثلاث اختيارات فيهم لا يوجد. لا يا دكتور، بس لا يوجد تاثير موجب ذو دلاله احصائيه لخصائص لجنه والتحفظ انا مالي ومالها. طب جوده المراجعه انا مالي ومالها، لكن جوده الارباح ايوه دي بتاعتي. طب بس جوده الارباح في حاجتين، يوجد ولا يوجد؟ اه لا بس رقم ب لا يوجد اهو تاثير
موجب ودلالة إحصائية لخصائص لجنة المراجعة على جودة الإيه؟ الأرباح، وتبقى دي هي الإجابة الصحيحة. وصلت؟ ها؟ السؤال ده مهم صفيًا، تؤماني وباقي أبنائي وبناتي. طب نفس السؤال، نفس السؤال، ها؟ لو قلت إيه؟ في ضوء ما سبق يأخذ الفرد البديل، الفرد البديل ده بيرمز له بالرمز على فكرة اتش 1 أو اتش إيه؟ أهو اتش اتش اي ده كده الفرض البديل، لا ما تكتبش انجليزي بقى مش كله اهو، الفرض البديل. يلا ها ممكن حد بقى يقول لي هنا في نفس السؤال ده فين الفرض البديل؟ ايوه كده يوجد. الله ينور عليك يا صفيه، ممتاز كده يا صفيه، نعزمك على العصير من ابو ريال ونص بس يا صفيه، مش من ابو 7 ريال، من ابو ريال ونص كفايه عشان انت جاوبتي خطا الاول. طيب ها السؤال ده كده سهل ولا صعب؟ لا معلش مش حرام، عشان انت اخطاتي، مش اخطاتي في السؤال الاول؟ ها ده لو جاي في الاختبار، هو جاي على فكره بنسبه 1000000% ان شاء الرحمن. تمام؟ ربنا يكرمكم ورب العالمين. طبعا المفروض اخر حاجه كنا نختم بيها ونقولها بقى اللي هو ايه عشان يبقى خلصنا الفصل دوت، اللي هو تعريف فرض العدم، تعريف فرض العدم اللي موجود بقى في الكتاب اهو برضو، ها اللي هو ايه في صفحه 70. فرض العدم هو جمله تبين عدم وجود علاقه دقيقه ومحدده بين متغيرين، او بصيغه اخرى يبين ان علاقه الارتباط بين المتغيرين يساوي صفر، او ان الفرق بين المتوسط لكل مجموعه يساوي ايه؟ يساوي صفر. وبيقول بقى اهو اي ان فرض العدم، نكمل السطرين دول، ها يبين انه ليس هناك علاقه معنويه بين المتغيرين، او انه ليس هناك فرق جوهري بين المجموعتين. ده كده فرض العدم. أما الفرض البديل والذي يعتبر عكس فرض العدم هو جملة تبين أن هناك علاقة بين المتغيرين، أو أن هناك فرق جوهري بين المجموعتين. هناخد بس الفقرة دي لو تكرمتم عشان ممكن نجيبها في الاختبار إن شاء الرحمن. طبعا تاني أكرر، صيغة فرض العدم لا توجد، أما الفرض البديل فالصيغة بتاعته توجد. توجد بكده يكون انتهينا من الفصل الرابع ان شاء الرحمن. طبعا الفصل الخامس اللي هو اسس القياس اتكلمنا فيها، بس هنحدد بقى بعد كده ايه يعني، تقريبا الفصل السادس، الخامس والسادس والسابع اتكلمنا فيهم، لكن باقي تحديد النقاط المهمه في هذه الفصول، وهو ما سيتم تناوله بمشيئه المولى عز وجل يوم الاحد القادم ان كان في العمر بقيه. هل هناك اي سؤال او استفسار ابنائي وبناتي الاعزاء قبل أن ننهي اللقاء؟ ها احنا ان شاء الله الخطة بتاعتنا ان احنا هننهي ان شاء الله يوم الاحد بمشيئة المولى عز وجل، هنحاول ننهي الايه الجزء اللي موجود في الكتاب، وبحيث يوم الاربعاء ان شاء المولى عز وجل نعمل مراجعة عامة وشاملة على المقرر من خلال استعراض مجموعة شاملة من الاسئلة، بجمعها لحضراتكم كده كل الاسئلة اللي احنا قلناها كده من اول الايه من اول اللقاءات الحية ان شاء الرحمن بمشيئة الله تعالى. الى ان التقي بحضراتكم في اللقاء القادم يوم الاحد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 5:30 عصرا، دمتم في أمان الله، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله أبنائي وبناتي الأعزاء، في أمان الله ورعايته.